الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اليوم تسجيل مادة تقنية المعلومات للصف الثالث ثانوي تخصص علمي. اليوم إن شاء الله هنتكلمه ونواصله شرح الفصل الرابع اللي هو يتكلم على تطبيقات برمجية باستخدام لغة بيزك المرئي. تكلمنا في الحصة الماضية عن واجهة بيزك المرئي وعددنا مكونات واجهة بيزك المرئي وكيف نحن نقدر نشغله بيزك المرئي، وتكلمنا أيضا عن حاجة اسمها شريط أدوات التحكم اللي يستخدم لتصميم واجهة المستخدم، وتطرقنا أيضا إلى بعض الأدوات اللي تكلمنا عليه زي المؤشر وأداة صندوق النص وأداة العنوان، كذلك أداة زر الأمر وأداة الإطار. تكلمنا أيضا كيف يمكن أن نظهر شريط الأدوات إذا كان مختفي عندي، وكيف نقدر نضع أدوات تحكم على النموذج. كذلك تكلمنا على نافذة مستكشف المشروع اللي تستخدم للتبديل بين النموذج، شاشة النموذج والكود اللي هو محرر الكود. تذكرنا أيضا شريط القوائم وعرفنا كقوائم مجموعة القوائم شنو هي، وكذلك شريط أدوات التول بار. أيضا تكلمنا على نافذة الخصائص وكيف نقدر نظهر نافذة الخصائص، وكيف نقدر إذا كان اختفت كيف نقدر نرجعها. كذلك تكلمنا عن بعض الخصائص زي خاصية الكابشن وكيف نقدر أنا نغيرها. اليوم إن شاء الله حنتكلموا على بعض الأدوات أو اللي موجودة أو بعض الخصائص اللي موجودة في الأدوات في البيزك المرئي. بعض الخصائص عندنا حنتكلموا على خاصية نيم، طبعا حنتكلموا نظريا في البداية وبعدين حنجربوا عمليا كيف نقدر نغير الخصائص، وكيف نقدر نتكلموا أيضا حنتكلموا على الأحداث والطرق. خاصية نيم، طبعا خاصية نيم تسمح هذه الخاصية بإعطاء اسم لأداة التحكم وهو الاسم المستخدم داخل البرنامج، معناها الاسم اللي يستخدموه في البرمجة أثناء كتابة البرمجة نستخدمه الاسم الموجود في خاصية نيم. الباك كولر أيضا تستخدم لاختيار لون الخلفية الباك جراوند لأداة التحكم أو النموذج. الكابشن وهي تعطي عنوانا ظاهريا، الاسم الظاهري يعني موجود على شاشة المستخدم ولكن فعليا يشتغل بالاسم اللي هو موجود في خاصية نيم. يبقى خاصية كابشن تعطي اسما ظاهريا، عنوانا ظاهريا يظهر أمام المستخدم، لكن في داخل البرنامج الاسم اللي موجود في نيم هو اللي نستخدمه. الفونت طبعا يستخدم للخط وكيف يمكن من خلال هذه الخاصية تحديد نوع وحجم الخط. والفور كولر تستخدم للون النص المكتوب. طبعا نحن نشرحه نظريا على السريع وبعدين ان شاء الله حنتعرفوا كل حاجة كيف نقدر نستخدموها عمليا. نافذة النموذج طبعا هي اكبر شاشة، تكلمنا عليها من قبل انها هي تعتبر كيف الورقة بالنسبة للمهندس أو للرسام، بالنسبة للمبرمج شاشة النموذج هي الصفحة اللي يقدر يصمم بها شاشة، يختار الأدوات المناسبة ويضحن على الفورم بيش نقدر نصمم واجهة للمستخدم. حنبدو نتكلموا اليوم عمليا كيف نقدر نضيف نموذج وكيف نقدر نلغي نموذج. طبعا عرفنا من المرة الماضية ان الشاشة هذه هي شاشة فيجوال بيزك، وعشان نفتح شاشة الفيجوال بيزك نختار الاختيار اوبن، ومجرد ما نختار اختيار اوبن هنلاحظ ان تطلع عندي الشاشة. عرفنا شنو الادوات، هذه شريط القوائم والادوات، شريط ادوات التحكم اللي يستخدم للتصميم، هذا النموذج، وهذا وبالنسبة لهذا اللي هو شاشة مستكشف المشروع، وعندنا الصندوق هذا اللي هو صندوق مربع الخصائص اللي هو مربع الخصائص. الفورم لما انا نبي نضيف فورم، يعني مرات في النموذج متاعي او في المشروع متاعي نحتاج اكثر من فورم. اذا كان انا في المشروع محتاج اكثر من فورم، عرفنا ان الاسم اللي موجود هنا فورم 1 هو افتراضيا يعطيها اسم فورم 1، افتراضيا يعطيها اسم فورم 1، واذا كان فتحت فورم ثانيه حيعطيها اسم فورم 2، وإذا كان فتحت فورم ثالثة حيعطيها اسم فورم 3، إلا إذا كان أنا غيرت الاسم متاعها في خاصية نيم. ركز معايا أن البروجكت متاعي الفورمز متاعها هنا عبارة عن فورم واحدة
فقط، عبارة عن فورم وحدة فقط. لما أنا نبي نضيف فورم نقدر من اختيار بروجكت، من بروجكت نلقى عندي اختيار اسمه Add Form، من بروجكت نقدر نختار Add Form. لاحظ أن الأداة اللي مرسومة هنا، الأداة اللي مرسومة قدام Add Form أيضا موجودة في شريط الأدوات. يعني أنت باش تضيف فورم تقدر من بروجكت تاخذ Add Form، أو من شريط الأدوات تختار الأداة اللي هي مرسومة هنا، نفس الأداة نقدر نختارها عشان نضيف فورم. لو خذيت أنا Add Form لاحظ أنه يفتح لي شاشة مربع حواري مكتوب Add Form، ويعطيني مجموعة اختيارات. من ضمن اختيار فورم أنا نبي نضيف فورم، عبارة عن نخليه على فورم ونجي على اختيار Open، لاحظ أنه يفتح لي فورم ثانية، لاحظ أنه فتح لي فورم ثانية. أصبح عندي فورم 1، أصبح عندي فورم 1 وفورم 2، أصبح عندي فورم 1 وفورم 2. لاحظ أن في مستكشف المشروع أضاف فورم ثانية، أضاف فورم ثانية في مستكشف المشروع. لو أنا حبيت نضيف فورم ثالثة ممكن نستخدم بدل بروجكت أيضا، نقدر نجي على الأداة هذه. ركز معايا على الأداة، مجرد ما نجيب لها المؤشر متاع الماوس لاحظ أنه هو شنو يدير لي، يدير لي Add Form، يعطيني الهنت متاعها، الوصف متاع الأداة، يعني عشان يسهل لي كتب لي Add Form. فمجرد ما ندير كليك عليها أيضا نفس الشاشة Add Form ونقول له Open، أيضا عطاني فورم ثالثة، عطاني فورم ثالثة بالشكل هذا، أوجدنا فورم ثالثة. وممكن طبعا عرفنا كيف نضيفه، لاحظ أني عندي فورم 1 فورم 2 فورم 3، يعني عندي ثلاثة فورم. نقدر أنا نحذف وحدة منهن. كيف نقدر نحذف وحدة منهن؟ كليك يمين على الأداة بالماوس، كليك يمين على الأداة بالماوس أو على الفورم اللي بنحذفها، مجرد ما ندير كليك نلقى حاجة عندي هنا اسمها ريموف أو ريموف فورم 3، ريموف فورم 3 يعني حذف أو احذف الفورم 3. مجرد ما نقول له كليك عليها يقول لي هل أنت متأكد أنك بتحذف؟ نقول له يس، آسف، نقول له، مجرد ما نقول له أحذف يقول لي هل أنت تخزنها؟ نقول له نو ما تخزنهاش. فشنو بيصير؟ حيحذف الفورم 3، حيحذف الفورم 3. أصبح عندي اثنين فورم، فورم 1 وفورم 3، فورم 1 وفورم 2، فورم 3 حذفنا، فورم 1 وفورم 2 هذين اللي موجودة، حذفنا فورم 3. كيف حذفنا؟ درنا كليك على الفورم وخذينا ريموف فورم، خذينا ريموف فورم. يعني عرفنا كيف نضيف فورم من بروجكت Add Form أو من شريط الأدوات، من شريط الأدوات نختار الأداة هذه اللي هي أيضا إضافة فورم، يعني ممكن من هنا وممكن من هنا زي ما أنت يعجبك. ممكن من شريط الأدوات أضفت فورم نبي نحذفها بالشكل هذا، درت Open، أضفت فورم 3 نبي نحذفها، كليك يمين ريموف الفورم اللي أنا اخترتها. واضح الكلام؟ أوكي، نرجع مرة ثانية للشاشة متاعنا متاع الشرح متاعنا. عرفنا كيف نضيف فورم نظريا، إضافة نموذج للمشروع، معناها نقدر نفتح قائمة بروجكت زي ما قلنا ثم نختار الأمر فورم زي الشكل هذا، بالشكل هذا زي ما خذيناه عمليا، يظهر مربع حواري بعنوان Add Form ثم نختار كلمة فورم. المربع الحواري اللي هو شفناه اللي هو هذا، مجرد ما نحط على فورم ونقول Open نفتح الفورم متاعي، نلقى عندي فورم ثالثة أو ثانية تم إضافتها. عشان نحذف الفورم زي ما قلنا ندير كليك على الفورم، نختار ريموف فورم متاعي ونقول له نعم احذفها، طبعا حيحذف الفورم متاعي. حنتكلم